كما نواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية، إن شاء الله كنطمحوا باش يوصل في 2026 في آخر المسار ديال هذه الحكومة الحالية إلى 3.5% العجز ديال الميزانية، وما هذا الشيء غادي يمكننا من التحكم في مستوى المديونية. وفي نفس المسار كتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات للصادرات من 80% سنة 2022 إلى 84% سنة 2023. وهذا وسجل كذلك مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة ما قبل يعني أزمة الكوفيد، حيث تمكنت الحمد لله بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادي التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.